ايه القول في مساله تعويم الجنيه او ان المال ليس له غطاء ذهبي؟ دي مساله الكلام فيها طويل، ولكن خلاصه القول بان مصر في حاجه الى قروض بالعمله الصعبه لتمويل بعض المشاريع، او اقامه بعض المؤسسات او المصانع او الطرق او ما الى ذلك. ايه اللي بيحصل؟ فبيزداد الاقبال على النقد الاجنبي من اجل الاقتراض ومن اجل شراء الاجهزه. فلما بيزداد الاقبال على النقد الاجنبي بيرتفع سعر النقد الاجنبي وبينخفض سعر الجنيه المصري لقله الطلب عليه، دي وجه من الوجوه. الوجه الثاني ان المنظمات المجرمه العالمية المالية كصندوق النقد، والبنك الدولي، هاتان مؤسستان شيطانيتان يمليان شروطا قاسية على أي دولة ترضى بقبول القرض. ومن جملة هذه الشروط نمرة واحد، رفع الدعم عن السلع الأساسية. نمرة اثنين، رفع الدعم عن الجنيه بحيث يكون الجنيه قوي او ضعيف على حسب الايه؟ العرض والطلب، وهم هيضربوه من جهه ثانيه. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، ربط المساعدات بهيئات معينه او بكافيات معينه. والله تعالى اعلى واعلم. ده جزء من الاجابه يعني، لكن الاجابه بكمالها امر يطول.